أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بلا حد، والصلاة على من أمر بإقرأ، ذلك النبي العظيم سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. سلامنا على أحبتنا مشاهدينا، ونحن في هذا اللقاء بحضراتكم من برنامجنا شذرات معرفية. أيها الشباب، وإن أردتم عقلا يافعا ونفسا مهذبة وثقافة غير محدودة، فهناك حديقة القراءة، تنفسوا منها واستمتعوا بحياتكم فيها. فالكتاب المقروء هو لسان الناس الناطق، والسفينة التي تنقلنا بعيدا حيث الكمال، إذ وراء كل كتاب فكرة، ووراء كل فكرة خطوة للأمام. أحييكم وأحيي ضيفي فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد سلمان، لنتباحث معه حول هذا العنوان الجميل، اقرأ. حياكم الله وبياكم. الله يحييكم ويسلمكم إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى في بداية حديثنا، ونأخذ البركة والخير العميم منه جل وعلا، ما الذي يريده جل وعلا حينما أول ما عرض في منهجه الرباني ومدرسة من خلال مدرسة السماء أو مدرسة القرآن الكريم هي مفردة اقرأ؟ لطيف. أول آية نزلت في القرآن الكريم، ولعل الأمر يكون إجماعا بين كل المسلمين، هي اقرأ. نعم. وثاني سورة نزلت في القرآن الكريم هي سورة نون، لكن ماذا بعد النون؟ والقلم. والقلم. نعم. فجمع بين القراءة والكتاب، وكأن الله عز وجل يريد أن يخبرنا أن هذه الشريعة الخاتمة وهذه الأديان التي جيء بها لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. هذه المسيرة، مسيرة الإصلاح ومسيرة إشاعة العدل في الأرض، لا يكون إلا بالقراءة والكتاب. ما شاء الله. ولا يكون إلا بالعلم. لطيف. فلا يمكن أن يتطور المجتمع ويصبح مجتمعا صالحا متكاملا فيه عدل وقسط إلا بالقراءة والكتابة. الخطوة الأولى هي القراءة والكتابة. وأنا سأضيف إضافة، لما نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام نجد العجب العجاب. أهل البيت عليهم السلام أول من حثوا على الكتابة في الإسلام، لعل الجميع يعلم، لا نريد أن ندخل في تفاصيل المسألة، كان هناك سجال سياسي ديني حول قضية جواز كتابة شيء غير القرآن. كل من كتب في هذه القضية نص على أن أمير المؤمنين علي عليه السلام كان يحث الناس على الكتابة، وكان يقول قيدوا العلم بالكتابة. بل كان على خلاف بقية الخلفاء والأمراء، كان إذا خطب يريد من الناس أن يكتبون. صاح يوما في الكوفة في الناس: من يشتري علما بدرهم؟ لم يفهمه أحد. فقام الحارث الأعور، اشترى بتعبيرنا اليوم ورقا، وجاء يكتب به، قال: غلبكم نصف الرجل. يعني هذا الذي أعنيه. نعم. أنه أنا عندما ألقي علما اكتبوه لكي لا يضيع. أحسنت. وأنا أعطيك شيء ثالث. تفضل. رواية عن الإمام الحسن عليه السلام، سأقرأ الرواية أولا. الإمام دعا أبناءه وبنو أخيه، دعاهم عنه، قال: يا بني وبني أخي، إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين. يعني مع الأيام ستنتقل الزعامة. نعم. فتعلموا العلم. أول شيء مقوم للزعامة ماذا؟ العلم. فمن لم يستطع منكم أن يرويه، يعني أن ينشر العلم، فليكتبه وليضعه في بيته. يعني ماذا؟ الإمام الحسن عليه السلام أول من دعا إلى تأسيس مكتبات في البيوت. أحسنتم، ما شاء الله، جميل جميل. دعا إلى تأسيس مكتبة في البيت، وهذه ليست قضية خاصة، وصية عامة. نعم. اجعلوا مكتبات في بيوتكم، لا يخلو البيت من الكتب. إن شاء الله نتعرض إلى هذه الجزئية. نعم. في نعم. سياق حديثنا. نعم. تفضل. فالأمة التي بدأت مسيرتها بقرأ وأكملت مسيرتها أو واصلت مسيرتها بذكر القلم،
والتي دستورها هو كتاب، نهضتها لا تكون إلا بالكتاب وصلاحها لا يكون إلا بالكتاب. إذن شبابنا والكتاب، ما حجم من سياق شبابنا العربي وشبابنا الإسلامي نحو ممارسة هذا الطلب الإلهي؟ اقرأ ونون والقلم وما يسطرون من بين شعوب العالم. لن أجيب على هذا السؤال. أنا سأقرأ إحصائية رسمية. نعم. يعني ليست كلام جرائد ومجلات، إحصائية رسمية بمصادرها، وتعمدت أنقل. تفضل. الإحصائية هي للتنمية البشرية التابعة للأمم المتحدة وتابعة اليونسكو. نعم. سنة 2003 تتبع اليونسكو، يعني منظمة معتمدة عالمية. تقول، ما أدري لعل البعض يصدم، لكن هذه الحقيقة، الحقيقة كما هي، أن المواطن العربي كم يقرأ في السنة؟ احدث. الإحصائية تقول 80 شخص يقرؤون كتابا في السنة. كل ثمانين شخص يقرؤون كتابا. يعني لو نقسم الكتاب بالساعات، فثمانين الشخص الواحد في السنة لا يقرأ إلا دقائق. لعل البعض يقول بالنهاية في قراءة، شوف المقابل. المواطن الأوروبي، إحصائية أوروبا، معدل القراءة في أوروبا، المواطن الواحد يقرأ في السنة 35 كتاب. الواحد يقرأ 35، نحن 80 شخص يقرأون كتاب واحد. يعني إذا نريد نشرح القضية أكثر، يعني أن ثقافة الأوروبي ضعف كم؟ 35 مرة، لا ضعف 80 ضعف 35. صحيح. نعم. والأهم من هذا، المواطن الإسرائيلي 40 كتاب في السنة. يعني ثقافة المواطن الإسرائيلي تتجاوز ثقافة العربي ب 2600 ضعف. 80 ضعف 40، 2600 ضعف. ألم. ألم. نعم. سنة 2011 هناك دراسة أخرى عربية، لعل هذا قد نظرية المؤامرة تحضر، لا، دراسة عربية مؤسسة الفكر العربي. الإنسان العربي ككتب يقرأ بمعدل 6 دقائق سنويا فقط في السنة. 6 دقائق. نعم. في المقابل الأوروبي يقرأ بمعدل 200 ساعة، وهذا واقع الآن. للذي عنده علاقة بأوروبا، زار أوروبا، تواصل مع الأوروبيين، ترى الأوروبي في مثلا في محطة المترو يقرأ كتاب، في الحافلة يقرأ الكتاب، مثلا في قاعة انتظار عند طبيب يقرأ الكتاب. ثقافة الكتاب عندهم، أعزكم الله، حتى في بيت الخلاء يقرأون كتب. لكن يعني بحسب فهمنا بأن هناك الشاب حتى في الحقيبة التي يحملها على ظهره لا تخلو من كتاب. نعم. وكذلك الشابة، نعم، في حقيبتها لا، نعم، لا تكاد تخلو. أمر ضروري للحياة. ونحن ماذا في حقائبنا وجيوبنا؟ أكل مثلا. طبعا ملاحظة، نعم، جيد. نعم. جئنا للأكل. قبل فترة إحصائية أخرى أذكرها، محلية الإحصائية، كانت تتحدث حول ماذا يقرأ العرب. معرض كتاب في دولة عربية، أكثر الكتب مبيعا هي كتب ماذا؟ الفيزياء الكونية، الفلسفة، الطب، هي كتب الأكل أي الطبخ وتفسير الأحلام. فأحدهم الأكثر مبيعا، الأكثر مبيعا في معرض في عاصمة عربية، فعلق أحدهم قال نعم هي أمة تقرأ، لكن اقرأ ماذا؟ تأكل وتنام. هذه هي القراءة للأسف نبقى الشديد. نكررها للأسف. ألم. ألم. نعم. ألم شديد. إذن هي يعني هبة منحها الله سبحانه وتعالى لعبادة القراءة، وكذلك التوجيه إلى الكتابة، نون والقلم وما يسطرون. أسباب عزوف الشباب عن إثبات كينونيته من خلال استثمار هذه الهبة الربانية، هبة القراءة. نعم. والكتابة. لا يمكننا تحميل السبب للشباب. إذن خطأ أن نقول أن شبابنا لا يقرأ. لماذا؟ لأن ثقافة الكتاب هي ثقافة توارث جيل بعد جيل. الشباب وجد الجيل السابق لا يقرأ، فأصبح هو لا يقرأ. المشكلة ليست منه، يبقى يتحمل مسؤولية مما سبقوه، لم يربى
على القراءة، ربي على أشياء أخرى. لماذا الشاب مثلا يحب كرة القدم؟ تربى في مجتمع يحب كرة القدم. نعم. لماذا الشاب في أمريكا يحب مثلا كرة السلة؟ لأنه تربى في مجتمع هذه هي الرياضة الأولى. في نفس الشيء، لماذا الأوروبي يقرأ من الصغر ويواصل للكبار، ولا يوجد بيت لا يخلو من مكتبة؟ لأن ثقافة الكتاب متوارث، نحن لا، ثقافة الكتاب تغيب. لا يوجد في ذهن الأب، في ذهن العائلة، شيء اسمه تربية الطفل على حب الكتاب والمطالعة، غير موجود. فمن الطبيعي جدا أن يكون الإبن لا يقرأ، أمر جدا طبيعي. نعم، هو يتحمل المسؤولية مثل ما تفضلتم، لكن المسؤولية الكبرى تقع على الوالدين وعلى المجتمع بالأساس. أحسنتم. مزيد من الأسباب لو سمحتم. أنا وجهة نظري هذا هو السبب الأساسي. نعم، أحسنتم. نعم. يعني بحسب إشارتكم إلى أنها يعني دور أن هذه يعني السبب يرجع إلى التنشئة الأسرية. نعم. كيف يعني نغرس هذا الأثر السحري في تنشئة الشباب وتنميتهم، ونبذر أو نثمر بذرة القراءة منذ الطفولة البريئة؟ نعم. الآن مثلا لو تساءلنا لماذا الطفل يحب الحلويات والشوكولاتة؟ لماذا؟ يعني هل لأنها زينت في نظره بألوان وطعم معين لا حتى طعم معين، لعل العسل نفس الشيء أو أحلى. نعم. لكن لأنه نحن عندما نريد أن نكافئ الطفل نعطيه هذا الشيء. أحسنتم. إذا نريد مكافأة الطفل نعطيه مبلغ مالي واذهب إلى المحل واشتري ما شاء. فأصبح ينظر لها على أنه شيء عظيم. نعم. من يوم هو صغير يكافئ به. نفس الشيء، إذا أردنا أن نحبب الطفل في الكتاب علينا أن نجعل الكتاب في نظره أمر عظيم من الصغر. أحسنتم. من البداية نربطه بالكتاب ونجعل نظرة الطفل للكتاب شيء كبير، تماما مثل ما يحب الحلويات والشوكولاتة والأشياء الأخرى كذلك يحب الكتاب. هي بذرة تغرس من البداية. نعم. إن غرست ورعاها الوالدان تبقى. نعم. وتنمو وتنمو وتنمو. أحسنتم. يعني حتما هناك المكتبات مليئة بالكتب التي تحاكي عمر الطفولة حتى من عمر السنة. نعم. لعله. نعم. توافقون؟ نعم. والسنوات أيضا اللاحقة، كل شيء متوفر. الغير متوفر هو الهمة، همة الوالدين. نعم. لماذا؟ لأن الطفل إذا لم يجد من يعرفه الكتاب ومن يأخذ بيده ويضع في يده كتاب لن يتعلم الكتاب. ونحن نرى الآن أطفال صغار يستعملون أعقد البرامج، الآن برنامج اليوتيوب، أي طفل سنة سنتين يدخل على اليوتيوب. نعم. عجيب الأجهزة الذكية التي هي ذكية، لعله لو نرجع 5 سنوات أنا وأنت لا نجيد استعماله. الطفل الصغير يستعمله بمعنى أن لديه القابلية أن يكتسب. نعم، لأنه أحبها وضعت في يده من الصغر. نعم، أحسنت. لكن في المقابل هل وضع في يده كتاب من الصغر؟ لا، الكتاب يرتبط بالمدرسة وتعلمون حال المدرسة. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن أحبتنا المشاهدين، فلنتابع ما من هذه الشذرة المعرفية التي ستضاف إلى حديثنا ثم نعود إليكم. تشير الإحصاءات العالمية إلى أن مجتمعاتنا من أقل شعوب العالم إنتاجاً للكتاب وتفاعلاً معه وقراءة له، ولعل من أهم أسباب هذا التخلف الحضاري هو خطأ فكرة شائعة تعتبر القراءة هواية ومقتصرة على المعنيين بالشأن الثقافي. القراءة ليست هواية، بل هي ضرورة حياتية كما الغذاء تماما، فلنجعلها كذلك، وهي تضيف تجارب مستفادة إلى التجربة الذاتية. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا الإنسان من عباقرة البشرية، قال: وفي التجارب علم مستأنف. على القارئ أن يختط لنفسه استراتيجية للقراءة من خلال 3 أسئلة محورية
تشكل خارطة طريقه لما أقرأ وماذا أقرأ وكيف أقرأ. سؤال: لما أقرأ؟ القارئ بالقراءة يخلق ذاته من جديد ويهندس شخصيته الثقافية، لأن الوعي الفكري والموقف الرسالي هما حصيلة طبيعية للتكوين الثقافي. على القارئ أن يصنع رؤيته الفلسفية الخاصة حول الوجود وحول الإنسان. على القارئ أن يعتاد القراءة النقدية الواعية. شكرا لهذه الإضافة الجميلة، وشكرا لضيفي أيضا الذي استمتعت واقعا بحديثه في حصتنا الأولى. ونحن في الحديث عن القراءة، وخصوصا منذ نعومة الأظفار، للقراءة يقال هناك 4 مستويات: القراءة المتوسطة، قراءة المعاينة، القراءة التحليلية، وقراءة المقارنة. سؤالي: متى أقرأ؟ ثم يأتي إلى جزئيات أخرى: كيف أقرأ وما هنالك؟ إذا أردنا صناعة مثقف حقيقي وشخص فعلا نستطيع من خلاله أن نجاري هذه الأرقام التي ذكرناها، علينا أن نجعل القراءة مثل الهواء. الهواء؟ نعم. هل تستطيع أن تسألني متى أتنفس؟ لا تستطيع، لأن التنفس حاجة ضرورية، إذا انقطعت على الإنسان يموت. نفس الشيء، لا بد أن تتحول رسالة قوية. القراءة هكذا كالهواء رسالة. نعم. قوية. لا بد أن تتحول القراءة في مجتمعنا هكذا، أمر ضروري، بحيث الإنسان ليست عبئا ثقيلا عليه، لا، هو يحبها ويسعى إليها وينتظر اللحظة التي يتفرغ فيها لكي يقرأ. هذا الذي نريد. متى أقرأ؟ في كل وقت متاح. لذلك الآن تطورت القراءة. الآن كان عندنا كتاب مقروء فقط، الآن هذا الكتاب المقروء، قد الإنسان مثلا في السيارة لا يستطيع القراءة. نعم. الآن هذه الكتب أصبحت صوتية، تحول إلى صوتية، يكون هناك قارئ بصوت واحد. نعم. يقرأ لك الكتاب من البداية للنهاية. تطور مهم ومفيد. أحسنتم. في السيارة احسب مثلا أنت يوميا كم المسافة من البيت إلى العمل، من العمل إلى كذا، تستطيع كتاب واقع أن تسمعه كاملا. اكتب في اليوتيوب كتاب كذا صوتي أو مقروء. أحسنتم، جميل. يعني أنا جربته شخصيا. نعم. بسيط وسهل. سهل جدا. فلا، متى أقرأ؟ اقرأ في كل آن وفي كل حين، اقرأ حتى وأنت نائم. هكذا نصنع مثقفين. ماذا نقرأ؟ لطيف. تارة نتحدث عن إنسان في بداياته، يعني بدايات العلاقة مع الكتاب، هذا يحتاج يؤسس، فيحال إلى شخص ذو خبرة في الكتب، ذو خبرة فيما ينشر فيما يكتب، بحيث يؤسسه، لأنه في السابق كان لا يكتب إلا الأوحدي من الناس، لا يؤلف إلا الشخص الذي فعلا له القدرة على التأليف. الآن الكل يكتب والكل يطبع والكل يؤلف، وبعض الكتب كبيرة في الحجم، جميلة في المنظر، لكن لا تقدم أي فائدة، وبعض الكتب صغيرة في الحجم وعادية جدا، بل لعلها أوراق صفراء، لكنها تصنع عالية القيمة. إذا إنسان مبتدئ الأفضل أن يوجه من قبل خبير. أما إنسان لا له باع في القراءة، أنا من الناس الذين يشجعون على قراءة كل شيء، لأن القراءة هي بوابة للعالم، تعرف الماضي والحاضر والمستقبل القريب والمستقبل البعيد. نعم. فهي كل شيء، بل هي أوثق بكثير وأضبط من مثلا الأجهزة الجديدة والمواقع، لأنها فعلا هي التي الآن، هذه الكتب حفظت لنا تاريخ
كم آلاف السنين، آلاف تاريخ آلاف السنين ما حفظ لنا باليوتيوب والفيديو، نعم. حفظ لنا بالكتب، فهي فعلا كنز لا يفنى. أحسنتم. وعلى ذكر كنز، بودي أن نتحدث عن اقتصاديات الكتب والقراءة وتكوين مكتبة. حديثنا إن شاء الله عن المكتبة المنزلية سيأتي تباعا، لكن عودا ذي بدء على كلامكم عن القارئ الآخر ذو النسب العالية، وقارئنا العربي والمسلم ذو النسب المتدنية جدا، اقتصاد الأسرة العربية والمسلمة هل له دور في عدم اقتناء وعدم تكوين علاقة ورابطة مع الكتاب؟ لطيف. لا أظن أن القضية لها علاقة بالاقتصاد. نعم لها علاقة بالاقتصاد من جهة الوقت، لعل الإنسان مثلا يعمل ساعات كثيرة لتأمين لقمة عيش، هذه تؤثر نعم. بنحو من الأنحاء. لكن واقعا الإنسان إذا عشق شيء يعني يجد له الوقت ولو كان في الحرب. لذلك نماذج كثيرة لأشخاص كانوا يقرؤون ويقرؤون وهم في فقر ما بعده فقر. أحسنتم. الآن نبهتمونا إلى يعني أمر آخر جميل فيما يتعلق بخلق الوقت من أجل القراءة. أنا أقصد عذرا شراء واقتناء الكتب، نعم. ألا يحتاج إلى ميزانيات معينة؟ هل متوفرة في متناول اليد؟ نعم. أنا كنت سأصل إلى هذه النقطة. تفضل. الكتب تتفاوت في أسعارها، نعم. هناك الغالي هناك الرخيص، لكن الآن لا أحتاج مال لأشتري كتب. عندنا شيء اسمه الكتاب الإلكتروني أو الكتاب ما يعبر عنه بالبي دي إف. نعم. الآن بضغطة زر واحدة أي كتاب تريده موجود متوفر بين يديك مجانا. قلما يوجد كتاب في العالم غير موجود على الشبكة. هذه حجة تقام على شبابنا. نعم. فعلا. نعم. 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 في السابق صعب الوصول إلى الكتاب بحسب الظروف السياسية الاقتصادية. نعم الآن كل كتاب موجود. أحسنتم. نعم. موجود بصيغ نعم. متعددة بلغات مختلفة. نعم. فقط ذكرت لك هذه القضية، الذي ينقصنا الهمة. نعم. هذا الذي ينقصنا الإرادة والرغبة. نعم. أحسنتم. نعم. نعم. إذن كيف نقرأ شيخنا؟ جميل. متى أقرأ؟ ماذا أقرأ؟ كيف أقرأ؟ القراءة حتى تنعكس تنعكس العلاقة على نفسي. نعم. نعم. أستفيد منها. هناك أعكسها سلوكا علي وعلى أسرتي. نعم. ومجتمعي وأمتي. نعم. هناك قراءة لأجل القراءة. واحد يقرأ فقط. يقرأ فقط لكي يقرأ. نعم. هذه القراءة لا تصنع مثقفا ولا تصنع واعيا. عندنا أمر آخر، إنسان يقرأ لأجل الفائدة، وعندنا مجالس تعقد لأجل مناقشات وتبادل معلومات. يعني مثلا أنا وأنت ومثلا وبعض الإخوة اتفقنا أننا هذا الشهر نقرأ هذا الكتاب وقرأنا، نهاية الشهر نجلس نتناقش ونتبادل المعلومات حول هذا الكتاب. أنا ماذا فهمت من هذا الكتاب؟ أنت ماذا فهمت؟ أو أن نتفق على فهم واحد للكتاب ثم نتناقش في جدوى هذه المعلومة هل هي تفيد أو لا. مثل هذا النحو من القراءة هذا الذي يصنع مثقف. أحسنتم. نعم. هذا ما يعبر عنه الآن بقراءة في كتاب، ولعل الفعاليات هذه أصبحت حتى في المدارس تقام، أن يقرأ الكتاب ويناقش. نعم. ويستفاد منه وتقتنص منه الفائدة التي لها انعكاس على المجتمع وعلى الحياة. أنتم الآن تشيرون إلى وتدعون لإقامة الحجة على الشباب. عندما نذكر الشباب فإننا نشير إلى أو نقصد الذكور والإناث بطبيعة الحال. هل من مقارنة بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني من حيث الاستمتاع بممارسة هذه الهواية الجميلة؟ نعم. نعم. طبعا هذه القضية ذوقية، وبتعبيرنا بين قوسين مزاج. نعم. الإنسان عادة إذا تعود على شيء من الصعب أن يتركه. إنسان 30 سنة مثلا يقرأ في كتب الورقية،
تعود على ملمس الكتب، نعم، تعود على صوت الصفحات عندما تقلب، نعم. نعم. تعود على رائحة الكتب، لعل البعض يراها نتنة لكن هي لذيذة عند القارئ، فلا يستطيع أدبا عليه. نعم. الكتاب الورقي هو نفسه الكتاب الإلكتروني، لكن القضية قضية ذوق، ذاك تعود وأدمن ملامسة الورق، لا يستطيع ترك الورق. نعم. بخلاف الشاب، نعم، هذا فعلا الشخص القارئ القديم لا يمكن أن يترك هذه الأمور، لكن القارئ الحديث الشاب لا، عندنا أجهزة، لعل هذا جهاز مثلا تابلت عادي، عندنا أجهزة خاصة بالقراءة فقط. نعم. يعني حتى الإضاءة فيها تكون نفس إضاءة الصفحة. نعم صحيح. فبحيث لا توجد آلام أضرار صحية على العين أو أي شيء، يعني لا تضرب، كأنك تقرأ في كتاب ورقي. نعم. مثل هذا لا تبقى حجة، الكتاب مجاني، الأجهزة متوفرة، فأين ما المانع أن نستعيض بالكتاب بهذه الأجهزة على الكتب الورقية؟ لا مانع أبدا إن شاء الله، وكما تفضلتم بحسب الذائقة، وإن شاء الله أحبتنا المشاهدين يستعذبون هذه الشذرة المعرفية التي ستضاف إلى حديثنا. سؤال: ماذا أقرأ؟ على القارئ أن ينتقي كتبه وكتابه بعناية فائقة، فالقراءة ليست فعلا عشوائيا، إنما عملية تفاعلية بين القارئ والكاتب. سؤال: كيف أقرأ؟ القارئ يبتكر أسئلة مركزية بنفسه، أو على الأقل يحاول أن يجيب أسئلة مفصلية شيدها الآخرون. على القارئ أن يحاول أن يفكك ما قرأه ويعيد بناءه بأسلوبه الخاص حتى ينتج رؤية خلاقة. وبهذه المناسبة أقترح تفعيل المكتبة المنزلية، وتفعيل المكتبة المدرسية، وتفعيل المكتبة في كل مرافق الحياة قدر الإمكان، قدر المستطاع. ففي بعض المجتمعات المكتبة مفعلة حتى في أماكن بيع المواد الغذائية، فليكن الكتاب رفيقنا في كل مرافق حياتنا. أيضا أقترح على شريحة الشباب تفعيل القراءة الجماعية، بأن يجتمعوا ويقرأوا كتابا معينا ويوزعوه فيما بينهم، كل يقرأ فصلا معينا، ثم يستنتجوا فوائده ويستخلصوا عوائده. أيضا أقترح على الشباب أن يقرأوا في اليوم على أقل ساعة، يخصصوا يوم ساعة في اليوم لقراءة كتاب معين، ويفضل أن يكون هذا الكتاب في مجال اختصاصهم أو في الثقافة العامة حتى يوسعوا معلوماتهم. أحسنتم وبارك الله فيكم لهذه الإضافة، وأنتم أيضا أحبتنا المشاهدين شكرا لمتابعتكم. وشيخنا، بعد هذه التداعيات وهذا الحديث الجميل حول القراءة وما يعتريها من هموم ومن تطلعات أيضا من شبابنا أن ينحوا نحوها، فيما يتعلق بتحفيز الشباب نحو القراءة وتعزيزها وتحبيبها في نفوس الأبناء، ماذا تريد أن تتفضل به؟ لعل هذا السؤال هو أهم سؤال في هذه الحلقة. شخصنا الداء، الآن نعم. الدواء. أول نقطة وأول خطوة نحو العلاج هي أن يكون للشباب، للجيل الجديد، قدوة في القراءة، وأهم قدوة الوالدان. نعم. الوالد والوالدة لا بد أن يكون قدوة في جانب القراءة، بحيث يرى الطفل منذ الصغر أن الوالد والوالدة لهم ارتباط بالكتاب. أنت لو تلاحظ الآن في المجتمع، إذا عندنا أب مدخن، من الطبيعي الإبن سيكون ماذا؟
مدخن غالبا نعم نعم إلا إذا صار عنده حالة وعي نعم. أو ما شابه. نفس الشيء إذا الأب قارئ طبيعي جدا الابن سيكون قارئا لأنه سيكون قدوة له. فأول شيء لابد من الوالدين أن يغير السلوك الحياتي وهما يرتبطان أول شيء بالكتاب هذا واحد. ثانيا نفس البيت يؤسس كبيت للقراءة ولعله تعرضنا إلى قضية الإمام الحسن حول تأسيس المكتبة سلام نعم الله عليه نعم. عندما قال ضعوا الكتب في البيوت. الطفل لما يأنس برؤية الكتاب من الصغر ويرى الكتب في البيت كجزء لا يتجزأ من البيت ستصبح عنده علاقة بالكتاب حتما سيرتبط حتما. مثل ما الابن لما يولد ويجد التلفزيون في البيت ويرتبط الابن يحب التلفزيون لماذا؟ جزء لا يتجزأ من البيت. نفس الشيء الابن عندما منذ أن يفتح عيناه يرى الكتب موجودة في البيت طبيعي جدا سيحب الكتب وسيرتبط بها. لذلك حتى لو لم يكن الأب والأم من القرى تأسيس مكتبة في البيت أمر ضروري ولو لأجل الأبناء. أحسنتم. نأخذ هذه الجزئية أو هذا المحور محور المكتبة المنزلية كيف تؤسس كيف التعامل معها الأوقات التي يمكن أن تمنح هذه المكتبة موضعها المثالي أين يكون في المنزل وهكذا لطيف نعم محتواها كذلك تشكيلات الإجابة نعم. على كل هذه الأسئلة نعم. هذه حلقة كاملة تحتاج نعم. لأنه تأسيس مكتبة في المنزل هذا مشروع مكتمل الأركان من جميع الجوانب. لكن عادة المكتبة لابد أن تكون في مكان واضح بحيث يراها الطفل في كل حركة في البيت يعني ما نعم. تكون مثلا في مكان معزول فلا تشد الانتباه. عادة الطفل أول أشياء تشد انتباه يتعلق بها هذا واحد. اثنين ماذا يوضع فيها؟ يوضع فيها الشيء الذي تريد لأجله أن يكون ابنك قارئا. يعني مثلا إذا تريد الابن يكون مهندس على سبيل المثال نعم. طبيب على سبيل المثال املأها بكتب الطب سيحب الطب. أنت تبرمج الابن أنت ما هو مشروع تريد لا من كل بستان زهرة ضع كل كتاب فيه كتب في الدين في التاريخ في اللغة في العلوم وهكذا. لا المكتبة مشروع كامل ومثل ما ذكرت تحتاج وقفة مطولة فيها. لعلنا نؤكد على كتب الطفولة نعم. سواء كانت القصصية أو الكاريكاتورية أو غيرها يعني الفكرية في المراحل العمرية المبتدئة للطفل. نعم هذه تكون في قضية ربط الطفل بالكتاب نعم. الطفل قد يكون صغير لا يقرأ لكن هناك عادة جميلة لعلها عند غيرنا أكثر مما عندنا أن يأتي الأب عند سرير ابنه ويقرأ له قصة قبل النوم نعم. هذه عادة جدا جيدة. أولا الابن إذا كانت بالعربية القصة يتعود ويأنس اللغة العربية وثانيا يحب الكتاب نعم. لذلك للأسف العادة هذه مهجورة عندنا وإلا هي من العادات الجميلة اللطيفة التي تربي الأبناء على الكتابة. هل تؤيدون أن نوجه دعوة إلى أرباب الأسر بإقامة مسابقات على سبيل المثال يعني نعم. مربوطة بالمكتبة؟ هذه الأفضل أن تكون في نطاق المجتمع لتحفيز الأسر التي لا تقرأ يعني مثل المجتمع. ما ذكرتم نعم. أنه عندنا أسر مثلا الأب والأم مثلا كبار في السن نعم. أميان من الذي يستطيع أن يرعى الأبناء؟ هنا المجتمع. يأتي المجتمع ينظم دورات في القراءة مثلا نعم. تحدي القراءة بعضها تسمى. هذه الدورات تستقطب الأطفال لعل بعضهم لا يمكن أن تتاح لهم هذه الفرصة في البيوت. هذه فرصة مهمة. أحسنتم. أن تكون نعم. هذه المسابقات محفز مهم جدا للقراءة وهذا المحفز مفقود في البيت. فلذلك أنا أؤيد هذه المسابقات بل أؤيد مسابقات أخرى أهم أن يطلق العنان للأطفال لكي يكتبوا. نحن لا ندعو فقط للقراءة نعم. ندعو للكتابة أيضا نعم. وهذه الروايات ذكرناها. ما المانع أن الطفل يقرأ قصة قصتين ثلاثة ونطلب منه أن يطلق العنان لفكره فيتخيل أي شيء ويكتب. نقد مثلا للقصة على سبيل المثال هذا قصدكم؟
أو لا هو يخترع قصة. نعم. خيال الطفل واسع جدا. نعم. قد يظهر هذا الخيال بالرسم. نعم. إذا تشوف الطفل يرسم كل شيء وقد يظهر بالكتابة. بارك الله فيكم. في الحديث حول المسابقات حول القراءة، في ظني أن كثير من شبابنا لا يعرفون معلومات واسعة عن مسابقات تحدي القراءة على سبيل المثال، هل لديكم فكرة؟ لطيف. مسابقات القراءة على أقسام، منها قضية تحدي القراءة. عادة يؤخذ كتاب، مثلا تختار قصة من القصص المشهورة، نعم، وتعطى مدة زمنية لقراءتها، ثم يختبر الطفل هل قرأها أو لا. فمثلا ماذا جرى في هذا الوقت، ما اسم شخصيات هذه القصة، نعم، وهكذا، بحيث نطمئن أن نعم هذا الطفل قد قرأ الكتاب. نعم. لجو بعد تكون شفوية ما تكون كتبية، بحيث نعم يطمئن. الغرض طبعا ليس نفس المسابقة أو نفس المكافأة التي عادة تكون رمزية. الغرض فعلا إحراز أن هذا الطفل ماذا قرأ الكتاب. نعم. الهدف هو هذا الهدف الأساسي. لما الطفل كل شهر كل شهرين يدخل في مسابقة من هذا النوع، سيتعود على القراءة فيما بعد، لن يحتاج إلى مسابقة ودعم ومكافأة وهدية، لا، هو من ذاته سيصبح طفل قارئ. بارك الله فيكم. رسالة في الختام، ونتمناها رسالة لا تكاد ينساها الشاب والشابة، تتعلق بالقراءة وثقافة القراءة وسلوك القراءة. لطيف. نعم. نختم بما بدأنا، وهو أن أول كلمة أنزلها الله عز وجل في كتابه اقرأ، ودائما نعيدها ونكررها. أول توجيه إلهي للنبي صلى الله عليه وآله هو بالقراءة، فلذلك لا يمكن أن يتغير لنا حال كأمة عربية وإسلامية ما لم تكن أمة قراءة. نعم، تطورت الدنيا، صارت في جوالات وأجهزة، نعم هذا شيء، والكتاب شيء آخر، والكتابة شيء آخر، والبحث العلمي شيء آخر. التطور لا يكون باستعمال هذه الأجهزة. نعم. التحضر ليس في استعمال هذه الأجهزة. الآن في جبال الهيمالايا وفي غابات الأمازون يستعملونها، هذا لا يدل على التطور. مقياس التطور كم تقرأ وكم تكتب. نعم. ومقياس الحضارة الآن يقاس بإنتاج عدد الكتب. هذه الدولة كم كتاب سنويا يصدر عنها، وتلك الدولة كم. فمقياس تطورنا وتحضرنا هو الكتب، وهذا بطبيعة الحال لا يتأتى إلا من شريحة الشباب بوجه الخصوص. نعم. 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 أحسن الله إليكم. ختامنا أننا تشرفنا بمتابعتكم في هذه الحلقة باسم الشيخ الفاضل أحمد سلمان مع فريق العمل في هذه الحلقة. نقدر لكم هذه المتابعة، وإن شاء الله مستفيدون، كافئونا بالدعوات، ونحن أيضا لن ننساكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.